شكرا، هذه تحية موسيقية من عند فرقتنا الموسيقية الكل أوفياء برنامج تحدي النجوم، تحدي جديد وعدد جديد من برنامجكم اللي تسناوه كل أسبوع. في البداية خلوني نرحب تحية كبيرة بالجمهور الحاضر معنا هنا في استوديو تحدي النجوم، كما كل عدد نجوم في الفن، نجوم في الثقافة، نجوم في الرياضة، نجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، نجوم تحبوهم يجوا لبرنامج تحدي النجوم باش يعيشوا المغامرة ويكونوا معكم ضمن أجواء متميزة بزاف. في البرنامج فرقة موسيقية مع زينو، كذلك حسن ونجيب، ومعنا دي جي رفيق اللي راح يرحب موسيقيا بكل من زينو ومح. من نبدا البرنامج باستعراض النجوم موح وزينو، وليتوا تعرفوهم من عائله تحدي النجوم، عائله تاعنا تكبر بمتابعتكم لنا عبر قنوات التلفزيون الجزائري وصفحات التلفزيون الجزائري على الفيسبوك والانستغرام. نجوم حاضرين معنا، نرحب بهم واحد واحد، ونبدا بنجم صوته تحدى كل المسافات وين يسافر بصوته الى ابعد نقاط، يغني اللون الجزائري الغربي والشرقي، تينور الجزائر النجم عماد الدوحة. مرحبا يا سوان، مرحبا بفوس تفرح النولاوان، اشمو ريخوس. مرحبا يا سوان، مرحبا بفوس تفرح النولاوان، اشمو ريخوس. نقول لكم بكل اللهجات بكل اللغات مرحبا بكم، مرحبا يسوان، رحبوا كذلك بنجم من نجوم الحان وشباب، كذلك خلال الطبعة اللي شارك فيها حقق نجاح كبير ومن ثم انطلق المشوار تاعه في الساحة الفنية الجزائرية، هو النجم كادير بالعباس. كما حاضرين معنا نجوم الأغنية، حاضرين معنا كذلك نجوم التنشيط، كما يجونا زميلات وزملاء من التلفزيون الجزائري بمختلف قنواته، نعرضوا كذلك الأصوات اللي تسمعوها عبر أمواج الإذاعة الجزائرية. اليوم حاضر معنا نجم من نجوم إذاعة الشباب والموسيقى جيل فام، هو فارس شلوش. ويا جيلالي داوي حالي، ويا للالي، ويا للالي يالي يالي، ويا جيلالي داوي حالي، ويا للالي، ويا للالي يالي يالي، ويا جيلالي داوي حالي، ويا للالي، ويا للالي يالي يالي، ويا جيلالي، ويا جيلالي داوي حالي. دائما مع الدي جي رفيق نرحبوا بضيوفنا هاد المره الى حنجره ذهبيه نسويه، حاضره معنا حققت نجاح كبير من خلال كذلك مشاركتها في الحان وشباب والثنائي اللي قامت به مع الفنان الراحل عقيل، هي نريمان عقيل بن سهيل.
نريم أن حضرة معنا اليوم باش تمتعنا بصوتها وكذلك الفكاهة. حضرة معنا مع نجم من نجوم التمثيل والفكاهة تحبوه بزاف والأدوار تاعو دائما تعجبنا قريب للقلب، واليوم رح يدير حالة في تحدي النجوم، هو الفنان بو خلفة سحلي. اليوم راح نديروا حاله في تحدي النجوم، هذا البرنامج اللي تعودتوا عليه ودائما نعرفوا انه كل فريق فيه ثلاثة مشاركين كما تعرفنا على فريق ناريمان كادر وكذلك بوخالفه مع عماد وفارس. راح تنور البلاتو نجمه من نجمات الاغنيه الجزائريه، تعتبر جوهره من جواهر الفن الاندلسي في الجزائر وحتى تغني طبوع غنائيه واحده اخرى. بتحيه الحضور مع دي جي رفيق نستقبل النجمه نوال ايلول. برافو نوال ايلول حضره معنا ومعكم في برنامج تحدي النجوم، ونبدا نرحب بكل نجوم هذا العدد ونبدا بعماد الدوح. عماد مساء الخير، مرحبا. السلام عليكم. صافا لاباس؟ بخير الحمد لله. صافا تخي بيان. مرحبا بك معنا في تحدي النجوم. ميرسي بوكو. ميرسي ربي يخليك. ميرسي بور لانفيتاسيون. صافي بليزير اني معكم اليوم. مرحبا بك. معول تربح اليوم ياك؟ باينه. معول يربح بصوته بالحضور تاعو، كذلك معنا صوت قوي ناريمان. مساء الخير. مساء النور. واش راكي؟ صافا الحمد لله. مرحبا بك معنا. الله يسلمك. واش دا تربحي اليوم ناريمان؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله راكي مع فريق قوي. وللفريق تاع عماد معنا فارس شلوش. فارس مساء الخير. مساء الخير لكل المشاهدين وتحيه لصحابي. انا ما نحيش لي صوت فارس. خديرك من الاول ربح لكم العيد. راك تشوف الامبيونس ماشي غير في جيل افام، حتى في التلفزيون الجزائري. الامبيونس معك انت. ربي يحفظك ان شاء الله. مرحبا بك فارس كادر. السلام عليكم. باينه بلي حنا اللي غادي نربحوا، ما نكثروش الهضره. يا خويا راجل ان شاء الله. راهو معول ديريكت قال لكم. لا 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 ما كاش منها. هذه ثقه شويه زايده بالنفس كما يقولوها. باينه كلش باين. حنا غادي نربحوا ديريكت.
رانا نشوفوا الحماس تنافس كبير بين الفريقين. شوفوا راهي نوال. نوال مرحبا بك. بك وهلا محسن. واش راكي؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله درتينا اجواء شابه بزاف. راح تكمل هكذا في الحصه ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله. مي انا اللي تاكله عليهم يعني الحمد لله. هما ما عندي بيستون مع الاوركستر. تعرفيهم؟ اه نعرفهم. تاكله عليهم وقالت لي هكذا. وكذلك معنا بو خلفه. سهلين مساء الخير. مساء الخير محسن. مساء الخير كاع ليكيب اليوم هنايا. نشكركم على الانفيتاسيون هذه. سي توجور ان بليزير سورتو كي تجوز في التلفزيون العمومي اللي هي مدرسه كبيره. وراه شرف ليا لاني معكم. بلا ما نقول لهم احنا ما نكثروش الهضره. ها لا لا هضره تيران في الميدان. مرحبا بك. راكم تعرفوا على ضيوف هذا العدد من تحدي النجوم. ثلاث مراحل راح تخلينا في الاخر نعرفوا شكون الفريق اللي راح يدي الدرع الذهبي لبرنامج تحدي النجوم وشكون اللي راح يدي الدرع الفضي. على العموم كامل راح تكونوا رابحين ان شاء الله. لكن هذا ما يعنيش باللي الواحد يفشل. لازم كل واحد يدير اللي عليه باش يفوز معنا في تحدي النجوم اللي يبدا معكم والمرحله الاولى بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل في المرحله الاولى. نعاود نشرحها لكل الضيوف على بالي تشوفوا الحصه وتتبعوها كل سمانه. لكن في كل مره يجينا فريق يشارك نشرحوا له قواعد المسابقه. في هذه المرحله عندنا مقطعين موسيقيين مع الفرقه الموسيقيه زين وحسن ونجيب اللي يعرفوا نوال بصح يعرفوا كادر ويعرفوني كامل. دوك ما تخافوش كامل نعرفهم. هنقدموا لنا مقطعين. نبداو بالمقطع الاول. الفريق اللي يعرف والثامن الغنية والعنوان الغنية مع اللي غير يضغط على الزر. أوكي نبدأ بأول مقطع مع فرقتنا الموسيقية. شكرا زينو. راهم يقولوا لي انتم اللي ضغطتوا اولا. ماما مونا اللي ضغط تفضل. مع جامي لي سي لي سوفينير. شاب نصرو. شاب نصرو. نصرو. لا لا روحوا الفريق ثاني. ديرك امور. ديرك امور. صافي. الفرقه الموسيقيه. عقلي بالله غني فيها. لا نطرو. صافي بليزير تانا عمري ما دابيا اي من الله على صفا فاسير عندي وحده عزيزه عليا نديرك همور صافي بليزير انا عمري ما دابيا من الغالب صفا قاسي عندي وحده عزيز عليا شكرا مليحة أبو حسن سيك جبناها وزيدها معها عطونا عطونا تسويق على بابا
عبادي، تحية كبيرة للفرقة الموسيقية ويعطيك صحة كادر. نقطة تروح للفريق الأول، مع أنه أنتم تغطوا الأول عرفتوا ينصروا، لكن لازم تركزوا. كيفاش؟ كي ضغطنا أوكي بدي يضغط عليك أنت بعد لا قاع معلش معلش البداية شحال عندنا نقطة محسن راكون قالك حرام نقطة حرام أمينة 17 هذا وبدينا موجود باسكو جبناها وتغناها عمر نغني كل يغني معلش ضربوا باش كاع أنتم ايكيب واحدة فرق على بالي متضربوش انا متفاهمين انا متفاهمين لا والديري لهم الصلح هم متفاهمين ايوا اوكي نقطة الفريق الأول ونروحوا للمقطع الثاني اللي يعرفوا هو يضغط الأول تفضلوا الأولوية الفريق الأول تفضل كادر تضغط بالله بالله يا حمامي لا لا لا, لا. تفضلين أول تحت الياسمينة في الليل متأكدة لا لا جو سوي تري سيغ يلا الميكروفون لازم فض لازم ولا تدي نص نقطة خيري لا 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 ها بس لغطها بس لغطها هاي تفضلي ياسمين تاعنا اليوم نوال ايلول يعطيك الصحة شفت ماشي اللي يزرب يجاوب هو اتأكدوا انتم ضغطتوا الاولين لكن نورمالمون 0.75 باسكو تعديل النتيجة 0.75 انا اكثر منها انت قلت بالله يا حمامي لا ديري انا غني لا الغناء لا لا هذيك معليش هذاك محبة خاطر هذيك اكثر من صروي هذيك اكثر من صروي اللي نحيوه سلموا عليها نصروي اذا راهو يشوف فينا يعطيك الصحة نوال برافو عطونا تحية كبيرة الروح الرياضية تعادل لحد الآن نقطة للفريق الأول نقطة للفريق الثاني بداية مشجعة للفريقين الآن نطلب منك كادر تتفضل معايا وسط البلاتو ممنوع تشوف موراك أوكي بخلفة نعم عليك غير تشرح ممنوع الكلام ولا تقول كلمة فمك وش راك تشوف الهيه تشرحه كادر أنت من حقك أنك تقول وهو يقول لك إيه ولا لا لا الحاجة اللي نقدر نعاونك هي بالعادة وش مكتوب من اللور يكون عنوان تاع أغنية أوكي تفضل نشوفه كيف أشرح وش فهمت وش يدير إشارة ما تديرش روح له بالكلمة انتي طيارة ماشي طيارة زيد من غير طيارة وش انتي طيارة بلا جنحين هاك قريب انتي طيري بلا جنحين كاين أغنية انتي طيري بلا جنحين انتي طوال وجنحيك برافو يعني كانت خاصة كلمة حتى عندك اعتراض خيرت الأغنية وحدة كاع في الكون كاين غنية تحكي على الجنحين كاين لا كاين كاين عطي له غنية فيها جنحين من جاني جناح جانيتو لا جانيتو كان يغني جنحين بعد لا تسمى شوفوا ناول كاين غنية واحدة أخرى كاين حمامة ولا قمر يتبع تاع جناحتين تاع واسمو تاع الوسط من صابني من صابني قمر يطير شيتي العيان هي عيان شيت لا والأخرى عطيها لنا الأخت عطيها لنا خذ الميكروفون خذ الميكروفون اعطوا الميكروفون
لو صبت نعمل جناحاني نقطع البحر وطاني ونقول لك يا للهاني نعيد لك مجربية والقلب والقلب أشغ بنو نعيد لك مجربية والقلب أشغ بنو الله لا وكان واحد أخرى تاع من صابني قمري ونطير خلاص من صابني قمري ونطير ونعلي في السماء ونبقى مولاة العين الزرقاء تيراري راري راري قمري باش يطير برجله روحي لعبي معاهم يعطيك الصحة روحي لعبي معاهم كتعاوني فيهم كما غنات وربحنا احنا كملنا خلاص قعدوا خلوهم يكونوا وحدهم قالهم كاتري منا كلام معاهم لا 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 النقطة دوها الآن تفضلي معنا نوال ثاني نجي انا ثاني لا 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 تدخل انت ما فيش شرح نوال وي كيما كادر قدر يعرف واش من الغنيه شرحوها شوفي لهنا ممنوع دوري مورا انا ما كنتش نوقف هكا لازم نديرها لا تخسري تخسري اوكي داك هاي شوفي معاهم شوفي هنا هاي واحد ممنوع تهضروا سهله هو يفهمها ولا لا مين زوج درجه بدرجه درجه بدرجه ويلا بغيت هذه ما فهمتش ولا انتم مستواكم عالي بزاف ولا احنا درنا اسئله سهلين ولا زينوا بيع لكم مش كاين ولا هدي تعطيكم صحتنا تحيه كبيره لهم درجه درجه صغيره محسن سهله بصح الاخر دلا هكا مليح ما قلتش القفز على القفز طويل فارس قلع درجه درجه وعماد لا درت لها هكا انايا شوط باينه درجه هكا شوط مانيش نمشي هكا هكا يعني طالع درجه درجه باينه لي الشاب بلال مادام الاسئله جاتكم سهله كلمة نروحوا مباشره ما نطولوش لتحدي الماء يتفضل معايا زينو ومح جا الماء جا الماء في وسط ليالي مظلمه يا ليالي الخيي وغير البارح وانا نسمع في الغربي يا وقلت من امراني أسهل تحدي في العالم في كاع الحصص تاع المسابقات والألعاب باش تشوفوا حنا قلبنا كبير وهنا نسحقوا قرزي كبير عماد انت اللي احتمدت الفريق نوال وفارس ما تخافوش مخالفة احتمدت ناريمان وكادر دي جي رفيق يعطي التوب تفتحوا القراءة اللي يشربها مازال 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 لا 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 ممنوع حتى يدير التوب باش تبداو تفضل دي جي رفيق اشرب 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 شجعوا شجعوا اشرب 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 واش بخلفه شربت قبل ما ندخلوا البلاطو شربت بزاف لا لا جامي شربت هكذا بقى شويه كملها معايا كملها بصحتك عماد سيتي با فازيل مي صاي مي ربح ما كانش لاريزير عطونا تحيه كبيره لعماد نقطة الماء تروح للفريق تاع نوال وفارس وعماد يعطيكم الصحة ثلث نقاط مقابل نقطتين هذه المرحلة الأولى برك ما زالوا مراحل واحدة أخرى راح نروحوا إلى المرحلة الثانية بعد الفاصل وبعد الفاصل كذلك راح نستمتعوا بصوت ناريمان عقيل بن سيلا أعطونا تحية كبيرة لها يا الحبيب دنيا بلا
برافو طولة تحية كبيرة نريمان عقيل بن سهيل، متعتنا بصوتها في هذه الأغنية، واحدة من أجمل أغاني تاعها. نعرفوا أنها تعاملت مع الفنان عقيل ربي يرحمه، قدمت أغاني جديدة. اليوم راكم سمعتوا واحدة من أغانيها هنا في برنامج تحدي النجوم. نريمان، قبل ما نروحوا للمسابقة، على بالي بلي تحبي عقيل بزاف. بيان سور. واش راك تسمعينا حاجة أون أكابيلا تاع عقيل؟ واش تحبي له؟ واش من الأغنية اللي تحبيها؟ نحب بزاف الميكروفون. اسمحني تفضلي. نحب لي شانسون تاعو تقريبا كامل، مي الاقرب من قلبي هي مازال يلا نسمعوها. سالوا لي عليها وجيبوا لي اخبارها، الا راهي مغبونه ولا مهنيه ولا مازالها تجبد عليا ولا خلاص راهي ناسيه. ما تحكولوش واش راه صاري فيا، باللي نبكي كي نتوحشو باش الا ولا لي سي تقدر يبغيني. سي با باسكو شفيت ومازال مازال عشقك في البال ننساك محال. ياللي نسيتينا ويلا طوالت العمر وحكمت القضاء. بالك يا شمار جيت سقسي علينا ومازال مازال عشق في البال ننساك محال. يلي نسيتينا وإذا طوالت الأعمار وحكمت الأقدار. بالك يا شمار جيت سقسي علينا. الله استحنا ايمان، يعطيكم الصحة الفنانة اللي حضر معنا، تكريم للفنان الراحل عقيل ربي يرحمه. هكذا نرجعوا لأجواء المنافسة مع فرقتنا الموسيقية. نذكروا باللي نتيجة لحد الآن 3 نقاط لفريقنا وائل فارس وعماد، نقطتين لفريق بوخلفة كادر ونريمان. ما زلنا في التحدي ونروحوا إلى المرحلة الثانية. نبدأ بأول مقطع موسيقي في هذه المرحلة. الفريق الأول هو ضغط الأول. طال غيابك يا غزاليه وراكي طولتي في الغربه. دقيقه سيدي، حبسوا كاكي باركو. انا يا انا وخالفه دبر راسك قبل ما نسمعها مع الفرقه دبر راسك. انا نتمنى على بالك. تفضل دقيقه، تفضل تفضل تفضل. طال غيابك يا غزاليه وراكي طولتي في الغربه، شديتي الحب هاد العالية وعليا علاش تلغبت. طال غيابك يا غزالية راكي طولتي في الغربة، شديتي الحب هاد العالية وعليا علاش تلغبت. راني عاشق ما شي مالكر وكرشيت، جيب زوادة وعذبة بلا فيك كرهت ومليت مليت. راني عايش في ظلمة شي مالكر وكرشيت، طال غيابك يا غزالية راكي طولتي في الغربة يا غربة، شديت الحق داد اللالية عليا وعلاش الغضبة. يا عيني يا عيني يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي، يعطيكم الصحة نريمان كادر، تحية كبيرة للفنان اللي كنا اليوم. وأنا عاودكم شوية مخالفة سحلي.
وانا عاونتهم. تقول لي ما نعرفش نغني، انا جايك انت. انا جايك انا جامي غنيت هكذا تقول لي ما نعرفش. باسكو ماشي خدمتي نورمالمون دي بوان. فرقه كاع برك زينو، واش من الطبقه زينو؟ واش من الطبقه يغني فيها بو خلفه؟ ها؟ الرو جديده. ما نحبش شعبك سينو يولوا ما يخدموش كلهم. مبين لي شونجور ما يخدموش يخدموا. تما كل واحد خليهم نغنى عليهم وانت هتمتي ليك فيه. هذا ما كان. عماد مقبله في التقديم تاعي قلت تينور الجزائر، اوكي كاين بزاف اللي يسمعوا لك، كاين بزاف اللي حضروا حفلات تاعك، بصح اليوم حبيت تتخيل باللي رانا لا قاعة أوبرا لا لا والميكروفون قدامك وحدك بدون جوق بدون موسيقى، تفضل سمعنا حاجة. حاجة أوبرا دبر راسك عباك بيزر في بلاطو. لازم نبدل كاع الكاركتر نخرج بالعربية. أنا شوف أنا نقدمها نقدموك شغل تخيلوا باللي راني بكوستيم وكاميرا كيما ظريف أوبرا. فازي نقدم لكم سيداتي سادتي التينور عماد الدوحة. Sto la tania che ste core a ti voglio che pensiero niente voglio niente spero che ti siesti niente va che a me si ste core si sta amore ti voglio cara te. علينا عاود نقولوا للجزائر عليها نقطة، عليها نقطة. هذه ماما تزيدوا لي نقطة عليها نقطة هذه. قلت لنا برك كنا نجيبوا لي جمال هذوك من الفوق ونشوفوا هكا يا حبيبي. أنا تفكرت واحد حلقة تاع وقيلة فهد الوردي ولا توم وشيري. تحكي لي على قفلة رويحة جزائرية. رويح بيان سير بون، هي ما تغناش هكا على بالي ما كاش واش عن بالك ما كاش على بالي حبيبي على بالي عندك كارير تاعك موسيقى أكثر مني. لا لا برك أنا حبيت نقفل هكا باش نعاود نروحوا لطاليان ونعاود نولوا ماطين ألجيريا باسكو خطرات كي يديروا لوبيرا قدر ما نفهموش كان يقولوا تيماجينا ما يقولوا تيك تبينا كذا. لا لا أنا فاهمك هكا مثال لا ما نعرفش مثال 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 ضرب يا جبالي وتجيب لك شغل تاع الأوبرا ضرب يا شيباني ضربها يا شيباني ضربها يسبح عليك بالسوبرانو. راكم تجينا نحسبوا هذو برك لو كان كاع تربحوا على بالكم. يلا نعاود نقولوا نسيت كاع ورانا في المسابقه نعاود نقولوا الى اجواء المسابقه. دونك رانا 3 3 3 3 3 3 المقطع الموالي مع الفرقه الموسيقيه. الفريق الثاني هو عنده أولويات الإجابة، تفضلوا. بادية الجزائر شوف مامي وهذا الموسيقى لا بس تحصل قولوا شهيد العياني مجمع على القصه كومونسي باغ سا. اعطوني الاجابه الاخرى قولوا شهيد العياني قولوا شهيد العياني وما واش حتغنوها بلادي الجزائر بالزوج هاي مع الفرقه الموسيقيه ان شاء الله. غني تغني شهيد حاب تغني بلايص هاي ميكروفون ريمان Oh,
توسعاني. الله 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 هذا تنوضوا نورمال ما اسمحوا لي. هايلين تهبلوا تعرفوا تغنوا يربحوا. الله ما شاء الله يربحوا ما شاء الله يربحوا. صح يا ابو حسن صح فريق واحد يا رب صح ما انا وحبيبي عطينا الغنه شغل الميكرو انا شدو في الريتم انا في الريتم فتوي خرج سيدي والنقطه تروح للفريق الثاني اربع نقاط مقابل ثلاث نقاط بصح هذا ماشي معناتها باللي وصلنا للاخر مازال كاين تحدي واحد اخر تحدي الرياضه بمساهمه مديريه شباب الرياضه لولايه الجزائر رابطه الرياضه للجميع مباشره بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا مباشره من ملعب تحدي النجوم بالكاليتوس باستديوهات التلفزيون الجزائري بالكاليتوس فريق كادر ناري ما نحن مثله بوخالفة سحلي مرحبا بك في الرقم 17 ويمثل فريق نوال وعماد فارس في الرقم 25 ونبداو دي جي تفضل هيا تفضلوا تنطلق المقابلة وسط تشجيعات الجمهور. هيا 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 فارس تفضلوا تفضلوا هيا فارس هيا هيا ملهي فارس فارس وملهي بوخالفه بوخالفه دوزه فارس شنوش ما تربحش تحوز من الجيلة فاهمني قلتها لك ملدوك راني قلتها لك ملدوك العب العب يسجل هيا هيا يحاول هيا هيا تاع الكابتن ماجد هذوك بالريش هذوك ما كانش لي عيط بوخالفه هيا فارس ما كانش هيا بوخالفه يا سيدي خالفه خالفه روحوا برك فا 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 نص يقولوا بو نص يقولوا خالفه هدف الاولي يلا روحوا فارس الكره الثانيه حاولي فرده خسر غير قلت ولي بو خلفه يسجل الهدف الاول في شباك عباك ماركي دوزيام نروح فارس شلوش في الدقيقة والهدف الثالث هاو اسم خطيرة 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 في الماضي ولا شفتينا ولا شبالو ولا قولا في الماضي ولا شبالو ولا الكرة الثالثة الهدف هرجي هرجي لا 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 معلش معلش المهم ربحتوا توبة ألف مبروك وخلفة قدر رجعنا لكم مشاهدينا بعد المباراة الحماسية وين شفنا اللاعب المتألق بو خلفة أنا نستنى يستدعيك المنتخب الوطني يعني حبيت نوجه يعني نداء للسي جانب الماضي رانا هنا يا رحم والدي كلامك نهار يديروا منتخب تابا بيفوت تابا بيفوت دايره لازم البالون تاع الصح نحي محرزنا وكانوا فازوا في المقابله اللي كنت انا السبب تاعي هذاك اللي لعب معايا طلعت الهجوم الشوط الثاني حطيت واحد شكون موح دائما تحصلوا كي يربحوا يقولوا موح كي يخسروا يقولوا موح موح وزينو يحبوا يعاونوا برك خسرت معليش ما فيها والو ف ربما تقول لي يعطيك الصحة تحصل في الناس عجبتني بزاف نولو إلى أجواء التنافس هذه المرة بالموسيقى ماشي مع الفرقة الموسيقية لكن مع الدي جي رفيق الأولوية حتكون لكم أنتم اللي ربحتوا في المباراة تسمعوا المقطع اللي يقدم هنا الدي جي رفيق عرفتوه تدوا النقطة ما عرفتوش المقطع يروح مباشرة للفريق الثاني سمعوا كيف كيف ديروا لها العقل شاب عاقل ما استناتكش قال هيفان بارك الله فيك لا لا لا
برافو. عندي واحد التدخل برك خويا محسن، شوف يعني واحد فنان كيخلي كيكون عنده غنى نقي ويخلي بلاصتو في المجال، الله يرحمه اللي نقولوا له ربي يرحمه سيكس، ما حنا عرفنا الببليك راه يشارك ويغني، حتى الانيماتور راك تغني ما مني تكنيسيا منا اللي نحييهم بالمناسبه، كيف كيف شغل ما كانش اللي ما يعرفش المشاهدين بيان سير، والمشاهدين على بالي على بالي بلي كاين اللي طاح له الكاس وكاين اللي ناض وكاين فوالا. نروحوا للفريق الثاني، هذا الكويز فيه ثلاث اغاني، لي يعرف الاغنيتين هو اللي يدي النقطه. اوكي نسمعوا مع الفريق الثاني المقطع الثاني. جات الشتا وجات الرياح حيليك شكون وجات الهموم قويه جونا شفت بعيني اللي توعدني كان يغني. عيب عليك خونا ابو خالفة الشيخ الهاشمي قروابي ربي يرحمه، غنية ثانية دار بها حالة مرجع فريني سلموا عليه، وبقات لنا غنية، هذه الغنية ما هي للفريق الثاني ما هي للفريق الأولى، نحن نسمع مليح اللي جاوب الأول هذاك هو أبعد يجي رفيق ثم قلت رينا رايز خطأ الرجل واسمه ناريمان قالت إمزاد كادر جابوني اسمح لي بهكدي الخبر جاني بشاب خافي ويحكي لي ما صار وقال لي اسمح لي وهكدي الخبر في هكر نتلاقى وحنا باصي لي غنى يعطيك صحة دي جي رفيق، نقطة تروح لفريق بو خلفة كادر وناريمان، يعطيك الصحة انت جبت لهم هذه النقطة شامبيون هي خمسة مقابل أربع نقاط. مات الإجابة تاعي انت قال رينا راين لا 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 ما قدش معليش اسمح لي باغاف معليش مازال يفهم انتوما كي تجاوبوا نجاوبوا مرة نروح الفريق الثاني المهم شكون اللي يربح المهم معليش ناريمان ربحت شامبيون شامبيون مازال قال شوف فرحوا شوية مع الكولتور عاودها نعاود انا عاود نورمال انا كوميديان توري لك شامبيون اي شامبيون مازالت مرحله هي اللي حتحدد كل فريق الفائز المرحله الثالثه بعد ما استمتعوا بالصوت عماد الدين الدوح تفضل عماد انا قلبي موجوع وانت تقولي كتخون حسبي غير شويه سبب قلبي البنيه حسبي غير شويه سبب قلبي البنيه وتعرفيني نبغيك ما نقدرش نعيش بلا بيك انت حبي الاول وانا بنت اخرى مزول حبيني كيما حبيتك انا يا جميل بغيتك تقعدي لي تقعدي لي انت كنت عندي سواي كل شي ما ظنيت تخدعي وتدوري عليا ما ظنيت تخدعي وتدوري عليا انا كنت ضحية وانتي يغدرتي فيا والله يا البنية عليك ما نزيد نسال
حبيني كما حبيته انا يا جميل بغيته مشيت معاك بالنية نويتك تقعدي ليا نويتك تقعدي ليا ديما كنتي فحلى ما سرتي بالنية وجعتي لي قلبي ومشيتي انتي يا وجعتي لي قلبي ومشيتي انتي يا وخا كان على بالي باللي تلعبي هالي طيحيني على راسي وتجفي فيا عدياني حبيني كما حبيتها انا يا جمي دريتها تقادي ليا تقادي ليا يعطيك الصحة عماد ميرسي ميرسي عماد متعنا بصوته بصوت عماد ندخلوا مباشرة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة رجعنا لكم مشاهدينا المرحلة الثالثة والأخيرة خمس نقاط للفريق الأول بوخلفة كادر وناريمان وأربع نقاط نوال فارس وعماد تقدروا تدركوا هذا التأخر بنقطة في المرحلة الأخرى عندنا كاراوكي راح تمثل الفريق الثاني نوال ومن بعدها كادر يمثل الفريق الأول احنا راح تشوفوا كاراوكي الكلمات يروحوا يولوا المهم تحبسوش أوكي نبدأ معك نوال برافو 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 سلكتي روحك سلكتي مكتوبه تحدي النجوم كيفاش تحنيها انا تحدي النجوم فاش بالاندلسي كيما حبيتي نديروها جينجل نديروها في البرومو تحدي النجوم تحدي النجوم نجوم بزاف عليك يا 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 محسن الله بو خلفة قرح لي هيا هيا باش نكملوا بلاك مغطي وجهي نحشم كي نغني والله تحدي تحدي كسر كسر خلاص نحبسوا نروحوا نعود نقول له كسرت الاستوديو الموعد عليه دوم كادو في العرس فاميل لا زروق هذوك كيسالوا ما تكسروش هذوك تاع فاميل كانوا كيجوزوا يبيعوهم يرموهم في السميق يقول لك هاك ما يصحش اونكور لي كسروا لهذو يلا كادر كيف كيف الكاراوكي ما لازمش تتوقف تفضل بيضة مون أمور البيضة مون أمور البيضة مون أمور نديها بلاس حرويا سمحي لي يا زرقاء سمحي لي يا زرقاء سمحي لي يا زرقاء معك ما لقيت فايدة ويا
كل يوم سهران نندف الكونطوار وياي سبابي العديان جرحوا قلبي بالكلاماي كل يوم سهران نندف الكونطوار وياي سبابي العديان جرحوا قلبي بالكلاماي انتي انتي مون امور ويا عمري مون امور بيضة مون امور نديها بلا سحور ويا سمحي لي يا زرقاء سمحي لي يا زرقاء سمحي لي يا زرقاء عشقك ما فيه فايدة وياي ودارت لي عفسة كرحت قاع انسى وياي ودارت لي عفسة كرحت قاع انسى وياي ودارت لي عفسة كرحت قاع انسى وياي يا ودارت لي عفسة كرحت قاع انسى وياي برافو أطول تحية كبيرة من فضلكم كدر بالعباس ربي يرحم الشاب حسني راح نعلن على النتيجة النهائية لعدد اليوم من برنامج تحدي النجوم كما سمعنا نوال سمعنا عماد سمعنا نانيمان بقى نسمعوا كدر في واحدة من أجمل أغانيه أطول تحية كبيرة لكدر بالعباس ردي عليا
يعطيك الصحة كادر، يعطيك الصحة كادر، بارك الله فيك. هذا هو كادر، سمعنا متعنا بصوته كما متعتنا نريمان نوال وعماد الحضور تاع فارس. انت دايما خليك الاخر تا هو الصح. لافوار لافوار تلعب مليح، لازم نعاودو نجيبوك معنا. افيك بليزير كل مرة. بصح شوف انا ولا ما ربحتش اليوم مانيش راح نربح طول حياتي. النتيجة لعدد اليوم هي 6-4 لصالح الفريق الأول. ها زينو ماح عبالك كما كل مرة درع ذهبي ودرع فضي، درع ذهبي مهدى من تلفزيون الجزائري برنامج تحدي النجوم للفريق الفائز. أنا خلوني نقدم نريمان ألف ألف مبروك، هذا هو الدرع تاعك. ألف ألف مبروك. ما ربحت يا خويا، ما ربحت حتى سبب. لا ولا على بالي تحبي الفضة. يعيشك، يعطيكم الصحة، نورتونا. خليكم في الاخر تقولوا واش حبيتوا. عماد يعطيك الصحه، كنت معنا اليوم في برنامج تحدي النجوم. يعطيكم الصحه، فريمون فريمون صافي بليزير، سيتي بيان باسي. ليكسبيريونس تاعي الاولى مع اليون تي في. يعطيكم الصحه، الكونسيبت شباب، ايميسيون شابه، مبروك عليك ليميسيون. نشكر لي زارتيست اللي كانوا معنا، نوال، نريمان، كادر، بوخلفة كامل الاوركست، قال ليكيب بيبليك. و ثاني ما ننساش واحد هبني قلت فري زعمون لي لي كوفي لي شعري، يقولوا لك الصحه صالح الدين حمد دوش هذا ما كان. سلموا عليه ناري ما يعطيك الصحه كنتي معنا اليوم برنامج تحدي النجوم. صافي غون بليزير كي كي جست معاكم في ليميسيون هذه، ولا غير كونسيبت شباب وسيتي بيان باسي، وراني فرحانه من قلبي كي ربحنا. ونشكرك انت يا خويا، نقول لك مبروك عليك على الحصه خويا محسن، الجوق الموسيقي وكامل اللي كانوا معنا وكامل الناس اللي حبوني، ويعطيكم الصحه. يعيشك نورتينا اليوم. فارس يعطيك الصحه. يعطيك الصحه محسن، يعطيك الصحه. دوكا نقدروا نحيوا لي زادفيرس، يعطيهم الصحه كاع، شكرا كاع اللي لعبوا معايا. نقول للمشاهدين بلي يقدروا يسمعوني كل خميس من 8 ل 10 تاع الليل عبر امواج جيل افام، ويعطيك الصحه. كاش مره هذه اللي كيف نجو كامل ان شاء الله. ها نوال، عماد، واجد، بوخلفه، نجي انا جيل افام. شوف لا راديو هاد لافيس كاع ما دايرش، كيفاش انا نقول لك لا لا سي افيك بليزير خو، بلا ما تعرضني نجي. نديروا حلقه سبيسيال تحدي النجوم. كادر يعطيك الصحه. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه انت ثاني. ميرسي محسن بور لانفيتاسيون. يعطيكم صحه كاع لي زارتيست اللي راهم معنا هنايا، لوركاس بوبليك اللي مشوفو فينا، هادي لما نهديها مون برادروا زروا المولود جاسم. فوالا، ويعطيكم صحه، ميرسي بوكو. عريفه نوال، شكرا لك محسن، ميرسي بوكو، ميرسي بوغ توت ليكيب ارتستيك، لو بوبليك، لوركستر، ونتمنى لك النجاح في هذا البرنامج. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا. وهذا التكريم يضاف للتكريمات اللي تحصلت عليها بزاف، انت وكامل نجوم الشباب. بوخلفة يعطيك الصحة، هضرت على الذهب وديتو. قلت لك انا مع الاول، واش قلت لك؟ بون هذيك تيران. على كل حال محسن، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون، يعطيك الصحة، صافي بليزير. لأول مرة في التاريخ ما تحقرتش معنا. على بالك تربح، حسيت روحي كي ربحت هكذايا، بان نعطيكم تريكو، اشغل تشامبيونز ليغ وبعد نرمي تريكو وضربوا. والله غير اون باسي ان تخي بون مومون، كاين الناس عرفتهم اليوم، سي توجور ان بليزير. نشكرك، نشكر كاع اللي راهم كيما يقولوا سيرتو اللي ماهمش يبانوا لي تكنيسيان، وكاع الخدامين تاع التلفزيون العمومي اللي فيها لي جون تلكو انت، تلكو امينه كركور اللي نحيوها بالمناسبه. و سي توجور ان بليزير كي نجي لكم، ويعطيكم الصحه. جيسبر نكونوا كنا خفاف على الناس وعجبناهم، ومازال قدام ان شاء الله. الصحه، حيتو كامل التقنيين اللي اكيد نحيوهم، لكن تحية كبيرة للجمهور اللي حاضر معنا، طولة تحية كبيرة. شخصي وطاطا. الجمهور. شدها. ولا غير والو، اسمع دوك ما يردولكش. لا أنا بعد نحية الأولى. نشكر الجمهور اللي حضر معنا، الجمهور اللي يشاهد برنامج تحدي النجوم. أنا كذلك نوجه تحية لفرقتنا الموسيقية زينو حسن، وكذلك نجيب دي جي رفيق الفرقة التقنية. واحد واحد اللي خدمكم من خلال هذا البرنامج من استوديوهات الكاليتوس للتلفزيون الجزائري، في الإشراف العام أسيف لاح، في التنسيق أمينة كركود، أمل عمروي، فريق التسيير مراد العربي، كامل حميد، وما نساوش فريق الإخراج أميرة سامير، كريم بايت، والمخرج حكيم بودابا. نتلاقاو السمانة الجاية في تحدي النجوم على التلفزيون الجزائري.